اهلا وسهلا بكم، معكم حمد ابو عرب، والنهارده ل Grade 5 Time for English مع Unit 3. اليونت عنوانه اسمه Around the House، ويلا بينا نبدأ بسرعة مع الكونفرسيشن بتاعتنا ونشوف الدنيا فيها ايه. البوي والومن دول، ويبدو ان البوي ده ليه مامته شايلة حاجات تقيلة، فبيقول لها Let me help you mom، خلينا ساعدك يا مام. فالأم قالت له Thanks be careful، خلي بالك ان بي هي الانفينيتيف بتاع ام واز وار ووز وير، وهنا انت جبتها في الاول في الانفينيتيف لان هنا الام بتأمره ان هو يكون حريص. بي كيرفول، طب ليه ماما تكون حريص؟ علشان اتس هيفي، عشان الحاجه دي تقيله. البوي طبعا هيقول لها نو بروبلم، مفيش مشكله يا ماما، اي ام سترونج، مفيش مشكله لان انا قوي. فالام هنا هتقول له يس يو ار. شوية لقينا ان الولد بيصرخ وبيقول help، الحقوني. ليه؟ الام بتقوله watch out، كلمة watch out معناها خلي بالك. Are you okay؟ وهترجع بعد كده تقوله انت كويس؟ فيقول لها I think so but look at my skateboard، انا كويس يا ماما والله، بس بص لوحة الزحلق خلاص شكله مش نفع تاني باظ. تعال نشوف الconversation number 2 اللي هي تعتبر review على حاجات قبل كده. What kind of juice do you want؟ طبعا ده كان في اليونت اللي فات. Orange juice please. Yeah. Oh I don't have enough money. That's okay. It's my treat. طبعا لو تلاحظ ان انا بقرأها بسرعة لان احنا يعتبر خدناها في اليونت اللي فات. خلي بالك معايا من كلمة باي. باي ده هي لو جي بعديها وسائل المواصلات بتبقى بواسطة، لكن لو جي معاها time تبقى قبل. ازاي؟ يعني مثلا هاجي اقول لك I will meet him by 7 o'clock، يعني انا هقابله قبل الساعة 7. اوكي، يبقى لو انت عايز مني حاجة يبقى ليه تجي لي قبل الميعاد ده عشان ابلغها. اوكي، تعال نشوف النيو ووردز بتاعتنا، وده اللي هو every day household chores. For example make made the bed، feed fed the pets. انا بسكت شوية، انت المفروض بتكرر ورايا. Sweep the floor. Swept the floor. Take out the rubbish. Took out the rubbish. Do the laundry. Did the laundry. Hang up the clothes. Hung up the clothes. Put away the groceries، وبرضو البسط بتاعها هو هو put away. Set، برضو البسط بتاعها هو هو set the table. Set the table. تعال نبص على الجرامر بتاعنا وخليك معي. من الأزمنة اللي أنا كنت دايما بستغربها يا شباب إن في كذا حاجة في الإنجليش اسمها present، بس لما جيت خدت present continuous كان مهم جدا قوي، علشان الزمن ده بيتكلم عن حاجة أنت بتعملها دلوقتي. اي حاجة انت بتعملها دلوقتي لازم تعمل معاها حاجتين. الحاجة الاولى ان انت تحط ام او از او ار، اما نمبر 2 فانت لازم تحط للفيرب اي ان جي. مش فاهم؟ على سبيل المثال لو احنا قاعدين مع بعضنا دلوقتي وبصين من البلكونة ولقينا ان في الولد احمد ده بيلعب كرة قدم، انا عندي الاكشن ده او الفيرب اللي هو بلاي، هنعمل ايه فيه؟ اول حاجة احمد هياخد is، فهقول احمد is play، ومش هينفع اسيبها من غير ing، احمد is playing football. الاجنبي لما يسمع كلمة am و is و are ويسمع ال ing ينفع ان احمد او يعرف ان احمد بيعمل الحاجة دي دلوقتي. على سبيل المثال خد الفيرب ده اللي هو كلمة write، write ده فيرب بمعنى يكتب. بص انا بعمل ايه دلوقتي؟ ايوه، هنا لازم تحط هنا هو ام ولازم تحط هنا هو ing. طب يا مستر درايت كان فيها ايه؟ الفيرب لما بيبقى اخره ايه وتيجي تحط له ing انت لازم تشطب الايه. كمان في حاجه تاني، لو الفيرب اخره كونسونانت وقبليه فاول، ما تنساش ان الفاول اللي هي الاي والاي والاي والاو واليو. لو انت عندك فيرب بالشكل ده كونسونانت وقبله فاول انت لازم تضاعف تكتبه مره كمان قبل ما تحط الـ ING.
يبقى لحد دلوقتي انا قلت لك البريزنت كونتينوس بتتكلم عن حاجه بتحصل دلوقتي. البريزنت كونتينوس لازم يكون فيه ام واز وار، ولازم الفيرب يكون فيه اي ان جي. وده ياخدني لقاعده مهمه قوي كنا بنتعامل بيها زمان، اللي اي فيرب بعد ام واز وار لازم يتحط له اي ان جي. جه الدور دلوقتي على الكيوردز بتاعتنا، وللاسف هو مش كاتبها لنا هنا في الكتاب، فاحنا نحاول نكتبها مع بعضينا. اول حاجه هي كلمه لوك معناها انظر، listen استمع، كلمة take care دي معناها احترس، كلمة hurry up ودي معناها اسرع، في كمان كلمة now الان، وفي كلمة at this moment في هذه اللحظة، وفي at the present time في الوقت الحالي، وفي كلمة ستيل معناها لا يزال. دي كل الكيوردز بتاعتنا. تعال نشوف النيجاتيف. والنيجاتيف طبعا هو مش جايبه هنا، هو هيبقى جايبه في يونتس جاية، ففرصة ان احنا ناخده بالمرة ونخلصه مع بعض. تعال نشوف الشيت ده مع بعض كده ونحاول ان احنا نكتب فيه شوية حاجات عن النيجاتيف. بص يا سيدي، انت قلت لي ان الام ده هي ممكن تتكتب بالشكل ده، قلت لي كمان ان الاز ممكن تتكتب بالشكل ده، اما الار فهتتكتب بالشكل ده. طبعا كلنا متفقين لما يجي في الاكزام يقول لك حط نوت، اللي انت طبعا بتنطق النطق الصح بتاع اللي هي النات، اعرف ان كلمه نات ده هي معناها لا، انت بتنفيها. فعلى سبيل المثال لو انا جيت قلت لك I am drawing a car، انا هرسم او انا برسم عربيه دلوقتي، انا عايز احط نات، نوت ده هي مش هتيجي الا بعد ام واز وار، فانا هكتب السنتنس زي ما هي ما بشطبش حاجه خالص، وبعد كده بكمل كله لحد الاخر. ده النيجاتيف بتاعي بكل سهوله. طيب ما تجيش بقى تسال سؤال غريب شويه، طب ما هو لو ما لقيتش ام واز وار، ما هو لازم البريزنت كونتينوس لازم يبقى فيه ام واز وار اساسي. يعني لو انا مثلا هعتبر كده ان البريزنت كونتينوس ده بيت مبني بعمويل اهو، ده بيت اهو، لازم العمود ده يكون فيه am is are، والعمود التاني يكون فيه ing، وما بينهم هنا اهو الناس بتخش، اي فيرب بيخش. اوكي يا شباب. طيب لو انت حبيت تعمل question بقى، question قبل ما اقول لك هتعمله ازاي، خلي بالك ان I am ده هي بتتحول ل are you، يعني انت ما بتعملهاش مقص، انت تعتبر بتعمل لها مقص بس بتغيرها بالشكل ده. طيب اول حاجه انت بتعمل كروس عشان تخلي ام از ار في الاول. طب ليه؟ احنا قلنا اي هيلبنج فيرب في الاول بمعنى هل، وبالتالي انت بتجاوب عليه بيس اور نو، وما تنساش ان نو ده هي بتحب نات. طب اديني اكزامبل، بص كده، ار يو ووكينج تو سكول، على سبيل المثال ام بتكلم ابنها في الموبايل بتقول له هو انت ماشي للمدرسه ما ركبتش، فهنا هيقول لها يس ار يو بتتحول لايه؟ ايوه اي ام، ايوه يا ماما انا ماشي مع اصحابي مثلا، الفلوس بتاعتي ضاعت اتسرقت مثلا، لكن هو قال لها نو اي ام نات. طب انت عملتها ليه كده؟ عشان نو بتحب مين؟ نات. ده كده كان بالنسبه للبريزنت كونتينوس. تعالى نجري بسرعة ونشوف الفونكس اللي انت هتفكرني بيها. الفونكس كان بتتكلم عن ايه؟ كان ايوه برافو عليك، كان بتتكلم عن اضافة الاي دي. اوكي، احنا خلنا في اليونتس اللي فاتت انت بتضيف الاي دي، ساعات بتتنطق صوت دي وساعات بتتنطق صوت تي. هنا الاي دي بتتنطق صوت اي دي، امتى؟ لو الفيرب اخره تي او دي. اوكي، يعني لو الفيرب اخره صوت التي او الدي. اوكي، فور اكزامبل داست، مش هقولها داستد، لا داستيد، اكسر فيها شويه، جريت جريتيد، انفايت انفايتد، بلانت بلانتيد، روست روستيد، نيد نيدد، ويت ويتد، ويد ويدد، بنت بنتد، كاونت كاونتد، فاول folded want wanted. Okay everybody، ده كده كان بالنسبه لي
اليونت بتاعنا يونت 3 لجريد 5. لو انت فهمت حاجه يا ريت تشجعني بلايك، وريت كمان تعمل سبسكرايب في القناه دي، ولو في اي درس انت محتاجه عايز شرحه ولا حاجه ابعته لي على صفحه الفيس، واشوفك على خير، اقول لك استناني في الدروس اللي جايه، واقول لكم جود باي، مع السلامه.